مرحبا يو جايز. الفيديو اليوم انا كتير محمسة انه قاعد تصور لكم اكتر 3 برودكتس انا بحبهم بكل كاتيجورية عندي بالميكب، يعني احسن وافضل واروع 3 منتجات بكل قسم من المكياج تبعي. هذا الفيديو is very trendy، عم شوف كتير عالم عم بيصوروه وكتير عم انبسط انا عم بحضرون، وانا اليوم I cannot wait تحت اشارك معكم اكتر برودكتس انا بحبهم بكل قسم عندي بالميك اب. بس قبل ما بلش اذا انتم جديد بقول مرحبا ويا اهلا وسهلا فيكم، انا اسمي ريبيكا، انا حدا كثير بحب الميك اب الملون، بحب اعلمكم تعرف تعمل الميك اب تبعكم اهين اسرع وبرودكتس اوفر، بجرب فوت لكم شوي الالوان على حياتكم على الميك اب تبعكم. هلا الميك اب اللي على وجهي هش هش عملته بكثير قصص احكي لكم عنه اليوم بالفيديو، بس وقت ينزل هيدا الفيديو على يوتيوب فيكم تروحوا على الانستغرام اكونت تبعي، رح تلاقوا الانستغرام محطوط بخانه المعلومات تحت، اول شيء اعملوا فولو بعدين احضروا على ستوري ستيب باي ستيب كيف عملت هيدا اللوك، لحط لكم بخانه المعلومات تحت كل شيء انا مستعملته على وجهي، ديسكاونت كود وين بتلاقون كثير تفاصيل غير. قبل ما نبلش في عنا كثير قصص بدنا نحكي عنها، سو جراب سناك شيء تشربوه، كوفي مش لانه انا كنت عم بشرب كوفي كمان، ورقة وقلم تتأيدوا لأنه في عنا كتير قصص بتعقدنا نحكي عليهم، بس ما تنسوا تعملوا لايك كومنت اند سبسكرايب، دور جرس هون، حط كلمة سبسكرايب ما تقفوا لأي فيديو. وهلا خليني بلش فرجيكم واحكيكم عن برودكتس بجنينو. صراحة مش عارفة من بلش إذا ببلش أحكيكم عن البرودكت تبع البيز أو تبع الأيز اللي هي ماي فيفورت بارت أوف ذا ميك اب. عندي سلتين مليانين، انا سائلة رح خلي الفيفورت تبعي اللي هن الاي شادوز ان اي برودكتس للاخر، رح بلش احكيكم ذا بيس. ما حدا يستخف بالبيس برودكتس، البيس برودكتس اذا عندكم اي ميك اب بيسطل والبيس تبعكم مش منيح الميك اب ما رح يطلع حلو. خليني بلش لكم بالبيس، كل كاتيجوري 3 برودكتس جربت عن جد نقلكم ماي فيفورت يلي بعضهم متوفرين مش ليميتد اديشن، في عندي كثير قصص انا بحبهم ما بقوا متوفرين براند بطلوا يعملون او كانوا ليميتد اديشن، هدول ار نوت انكلودد بقلب هذا الفيديو. وهول برودكتس بتلاقون بلبنان وبرات لبنان، يعني في قصص بتلاقون اكثر شيء بلبنان، في قصص فيكم تطلبون من اونلاين شوبس بيبيعوا قصص بيجيبون من برا، سو اول اوف ذيز يو كان فايند اذا انتم ساكنين بلبنان، وموست اوف ذم هن قصص افوردبل. رح بتشوفوا في قصص هاي اند وكثير غاليين، بس كمان حطيت لكم الماجوريتي اغلب البرودكت هن برودكتس ذات ار سم هاو افوردبل بلبنان. انف توكينج، رح بلش لكم بالبيس برودكت. سو خلينا نحكي عن برايمرز. اللي بيحضرني من زمان بيعرف انه الميلك هايدرو جريب برايمر هو ماي فيفورت برايمر ايفر. هذا هو البرايمر اللي حطيته بميك اب عرسي، انا عملت ميك اب عرسي كان شي شهرين بالوقت اللي انتم عم تشوفوا هذا الفيديو، حطيت لكم فيديو هون وبخانه المعلومات تحت كيف عملت انا الميك اب. استعملت هيدا الهايدرو جريب برايمر، هيدا البرايمر بيعقد، if you can afford it get it، بيعقد البرايمرز في كتير عالم ما بيأمنوا فيهم، بس جربوا الهايدرو جريب برايمر من ميلك عرفوا هيدا البرايمر ليش بيعقد. هيدا بيخلي لكم ستيكي بيس ستيكي لاير، سو وقت بتحطوا الفاونديشن تبعكم الفاونديشن رح يضل الماكسيموم حيلا فاونديشن، لو it looks terrible if you wear it over this one رح يطلع بيعقد. والحلو انه صار في دوب لهيدا البرايمر يلي انا بموت عليه، هو البرايمر الاكتشر اللي انا حطيته اليوم يلي هو اميروبيروز اسمه سكين بريب هايدريتنج برايمر. هيدا البرايمر كتير قريب من الميلك ان كان باللون ان كان بالتكتشر ان كان بالستيكينس ان كان حتى باللوك تبع الفاونديشن، سو انا جربته مره هاف هاف ما قدرت ميز انا وعارفه اي ميل استعملت الميلك واي ميل استعملت روبيروز اي ميل هي، لانه it's almost identical. اكيد الميك بخلي الفاونديشن تبعكم شوي داين اكتر والهول ميك اب داين اكتر، بس if you are looking for an affordable alternative هيدا بيعقد. I actually love it، عم بستعمله نون ستوب مخليته معي لانه عن جد بيعقد. وما فينا ما نحكي عن النو جي برايمر، برايمر اللي زمان بالماركت it's super affordable من ارخص البرايمرز يلي هو هيدا ميروبيروز اسمه سكين بيرفكت برايمر فيشل، بعقد. هيدا is a silicone base، so إذا أنتوا عندكم oily to combination skin عندكم pores كبسوا مطرح البورز خلوا يثبت 5 دقايق وحطوا الفاونديشن you'll have a blur effect، بعقد بضايقكم كتير. وعم بحكيكم عن products عن جد مجربتهم فترة كتير طويلة، هيدا مخلصة منه a full size one يعني واحد كامل، this is my second and I love it، بعدني بستعمله بعدني كل مرة بستعمله I love it. إذا أنتوا بتعرقوا بتزيد بشرتكم بالصيفية بتكون شي هيك، هيدا مجربته وهيدا عن جد كتير منيح بالنسبة للسعر وأكشلي كتير منيح بالمجمل as a primer. وأنا من زمان كان عندي الـ Smashbox primer photo filter مجربتهم حد بعضهم you cannot tell the difference.
تننتقل لشي كمان بخلي الميك اب تبعنا يضاين ويطلع احلى في عنا سيتنج سبراي. سو رح بلش with my least favorite وصولا لماي فيفورت. ماي ليست فيفورت بس هي كثير منيحه هي هيدي السيتنج سبراي من ميبلين اللي اسمها لاستنج فيكس سيتنج سبراي. سو هيدي سيتنج سبراي كاتبين عليها الديسكربشن انه هي مقارنه مع ماي فيفورت سيتنج سبراي اللي احكي عنها بعد شوي. اتس جود بس اتس نوت ذات جود بس اتس جود بالنسبه ل سيتنج سبراي ذاتس دراج ستور وافيلبل. عن جد هيدي من سيتنج سبرايز اللي بنصحكم انكم تجربوها لانه ما رح تندموا اذا جربتوها. بس منا as good as my second favorite يلي هي هيدي من كاتريس يلي اسمها برايم اند فاين ملتي تالنت فيكسينج سبراي. سو هيدي سبراي اذا بتحب الكاميرا تعملها فوكس عليها. الكاميرا از نوت فوكسينج. فوكس اون ذس وان. اوكي هيدي السيتنج سبراي كنت سامع عنها a lot of good reviews بس انا ما كنت مجربتها. لحديت ما مره كنت عم بعمل اوردر فور وان برودكت واستحيت اطلب just one product. سو قلت بطلبها ما دايما كانت متوفرة. ما يعني انا كتير بحب الماك فيكس بلس. ماك فيكس بلس هي اكتر سيتنج سبراي انا مستعملة منها بحياتي. تدويب اللاير تبع الباودر تبع ماك فيكس بلس is amazing. هيدي بتعملكم نفس الشي وارخص بكتير من ماك. So if you are looking for something like that. ضيان طبعا الميك اب كتير صراحة بس تدويب اللاير تبع الباودر this one is amazing. واحلى سيتنج سبراي ما بتخلى عنا هيدي هي سيتنج سبراي اللي عنا اليوم بستعملها باي ذا واي. سيتنج سبراي اللي هي عن جد بتعقد وحطيتها بنهار عرسي رح بتشوفوني كل الوقت سيلفش سيلف برومو. I'm so sorry ساعة 3 وجه الضوء بس اذا ما بعرف احكي تتعرفوا لي. عن جد هيدي سيتنج سبراي هي اللي استعملتها نهار عرسي. هيدي بتخلي لكم الميك اب تبعكم يضاين. اذا ما بتامنوا بسيتنج سبراي جربوا الاربن ديكي اول نايتر سيتنج سبراي بعدين قولوا اذا بتضاين. You can wear this setting spray on top of any makeup. حتخلي لكم makeup تبعكم يضاين at least 4-5 ساعات زيادة. It's so good. بتدوبكم layers تبع الباودر بس أنا صراحة هدول اثنين استعملتهم نهار عرسي. So دوبت أول شي layers تبع الباودر بعدين سبتت وجهي بهيدها. Today I've only used this one لأنه عم صور وجه الضوء. ماني بحاجة لشي خلي لي الميكاب تبعي يضاين كل النهار. هلا بالنسبة للفاونديشنز. الفاونديشن اللي حطيته نهار عرسي هو الفاونديشن انا حطيته اليوم هو هيدا من جوسي بيوتي بيبي سيروم فاونديشن سيروم كونسيلر. هيدا الفاونديشن اجان حطيته نهار عرسي. عم بحكيكم عن برودكتس انا استعملتهم نهار عرسي. انا ديد فيلم يوتيوب فيديو فيكم تلاقوه بخانه المعلومات تحت. انا اوريدي ديد لينك ات بزاويه السكرين. هيدا الفاونديشن عن جد بالنسبه لي اي لاف ات اس فاونديشن اس كونسيلر بس انا بستعمله اس فاونديشن خلصه اي فول سايز وان واحد كامل. وانا عندي كتير ميك اب سو تقدر اقول لكم انا خلصت منه واحد هالقد بحبه. It's so good. I love it. كتير قليل حتى يفوت بالفاين لاينز اللي عندي اياهم. واذا فات بالفاين لاينز سمبلي بس هيك بطبطبه twice per day وبعدين ما بقى بيفوت بقلب السمايل لاينز. I love this one. بيعقد اغلى شوي من التو فاونديشنز بدي احكي عنهم بس عن جد this one it looks like skin. It doesn't look like انا حاطه layers and layers and layers. وحتى إذا بدي خبي أشياء زيادة فيه عمله building and would look amazing. التاني واحد بدي أحكي عنه هو بالنسبة لأنا كتير بحب قصص يلي هني light coverage they feel and look like skin. فكرمال هيك كتير حبيت من essence hello good stuff tinted beauty cream. الشيد اللي عندي هو 10 and light بيجي 10 and 20 يعني 2 shades. فيهم يعملوا أحسن ويعملوا أكتر من 2 shades لأنه مش كل العالم هني نفس الشيء بس لأنه هيدا light coverage بيقدر يموت إنه يقدر يستعملوا أكتر عدد من العالم ممكن. so اللي أفتح مني فيهم يستعملوا والأغمق مني فيه كمان يستعملوا. so بس إنه فيهم يعملوا better job essence ويبقى يعملوا منهم 3 أو 4 shades at least. بس إذا بدكم أنتوا شيء مثل ما اسمه tinted beauty cream it's tinted it's like a tinted moisturizer بس super حلو كتير بحبه هيدا. هيدا بالايام يلي انا بالنسبة لي I wanna look good بس ما بدي حط كتير وبدي شيء اذا مرقته بايدي يكون هين. This one is really really nice. ولح جرب شوف لكم اذا بعده متوفر لانه ما بعرف اذا متوفر كل المحلات او اللينك داون بلو اذا لقيته. وتاني واحد بحكي لكم عنه هو انا صراحة اذا بدي شوية كفرج اذا عندي سهرة مش بدي بين فلولس. اذا عندي سهرة اذا بدي شيء like the full coverage ويضاين للماكسيموم I want full coverage. I want something that's matte. وبدي أرقص ونط مع إنه كان لازم أفكر بهذا الشيء وقت استعملت هيدا نهار عرسي بس هيدا هالقد بحبه كرمال هيك هيدا كان مميز. Something إذا أنتوا عندكم already combination skin كتير بنصحكم تجربوه هو هيدا من روبي روزي اللي هو soft matte liquid base. This one is not full matte. It's soft matte.
كتير حلو الفنش تبعه. It's velvety, it's super pretty, it's almost full coverage. You can build it تحت يصير full coverage وسعره كتير منيح والكواليتي بتعقد والديزاين بيعقد. Just use a good primer تحته, a good setting spray and you're good to go. You love this one. بالنسبة لشي وقت حدا يسألني إنه بدي شي full coverage, شي خارج سهرة, شي قوي, هيدا هو. So أنا حبيت حط لكم actually هدول هني my favorite. Very light coverage, a medium that looks like skin يلي هو my favorite استعملته نهار عرسي, and this one يلي هو a full coverage. بالنسبة للconcealers ما رح تستغربوا من التلاتة اللي حاسكن لكم إياه. أول شي في عندي الconcealer استعملته نهار عرسي يلي هو من Flormar يلي اسمه Perfect Coverage Liquid Concealer. I have it in shade 002 in Ivory. هذا does lean شوي على peach undertone so بيساعد انه يخبي للسواد, بنفس الوقت بيعطيني the brightness effect اللي انا بحبها تحت عيوني. So هيدا كتير كتير بحبه. It's very light. If you have dry under eyes بمعنى عندي, هيدا عن جد بيعقد. Super رقيق. الكافرج تبعه medium coverage و plus بالنسبة الى shade number 2 هو a perfect match تحت يعطيني the brightness بنفس الوقت يلغي للسواد اللي عندي هون تحت عيوني, وعندي كتير سواد تحت عيوني. تاني كنسيلر انا حكيت لكم كتير عنه and I absolutely love it هو هيدا من سان جيرمان اللي اسمه ريغار كالان ليكويد ريغار كالان ما في اسمه, بس اتس ا بوست كونسيلر. عندي اياه شيد 2 ان باش تونتر, بخلص منه شي 8 او 9 بحياتي. ما تنغشوا انه محطوط ببوت يعني رح يكون سميك, نو 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 نو. هيدا اخذوا منه كميه قليله, طب اطبوها بحراره اصبعكم. It's the best. مشكلته انه في منه 3 شيد. If you did find your perfect match فيه رح تنغرموا فيه. I wish لو سان جيرمان بيرجعوا بيعملوا منه أكتر, بيعملوا منه more shades لأنه هيدا الكونسيلر بيعقد. Again مشكلته إنه في منه 3 shades. سان جيرمان is a Lebanese brand and shout out to a Lebanese brand that's doing very good products. رح نحكي عن كتير عنهم in this video. تالت الكونسيلر بدي أحكيكم عنه هيدا الكونسيلر من روبيروز اللي هو الكونسيلر أنا حطيته اليوم. هيدا اسمه 2-in-1 stick concealer liquid concealer. عم نحكي عن part تبع liquid concealer لأنه part تبع stick concealer it's not bad, بس part تبع liquid concealer it's so good. شيد أنا مستعملته هو beige 3. في عندهم tons of shades, tons of undertones, so إذا أنتوا بدكم nude, beige, they have a lot وعندهم كذا shade. نقطة تاني كتير صغار, كتير حلو دمجوا with a brush, كتير حلو دمجوا with sponge, كتير رقيق, كتير رقيق كتكتشر, كتير رقيق. It doesn't feel كأنكم حطيش تحت عيونكم, بس it's full coverage. نقطتين صغار هو كل شيء أنا بعوزه وقت بستعمل هيدا الكونسيلر and I absolutely love it. وعن جد I cannot stop using it معي كل الوقت. هلا رح ننتقل للباودرز حتى نثبت تحت عيوني. أنا بفصل الباودرز تبع تحت العيون عن الباودرز تبع الوش. So باودر تبع تحت العيون أنا بحب اللوس باودرز. فيكم تستعملوا كومباكت باودرز, حاعطيكم بعدين احتمال إذا بتحبوا تستعملوا كومباكت باودر, بس كلوس باودرز عندي ثلاثة اللي بحكيكم عنهم. رح بلش بأغلى وحدة يلي هي لورا ميرسيي ترانسلوسنت لوس باودر. هيدي الباودر معروفة مشهورة, مش بحاجة أنا أحكي عنها. It's really good. السموثنس بتعطيكم اياها تحت عيون بتعقد. وهيدي هي الباودر اللي انا استعملتها بنهار عرسي وذكرت لكم انه في ديوب لها. I did find a dupe if you are looking for this. يلي هي هيدي من اسنس اسمها My Skin Perfector لوس باودر شيد يلي نمبر 10. كتير قريبة كلون, كتير قريبة كل شيء من this one. So if you are looking for a cheaper alternative, اكيد اكيد check اسنس. بس again انا عم بحكي لكم عن my top 3, so that's why لورا ميرسيي استعملتها على رأسي هالقد بحبها واكيد رح اذكرها. وثالث باودر بدي احكي لكم عنها, هي الباودر بستعملها on every single day لانه هي عندي بروجكت بان وكثير بحبها وكذا مره على ستوريز عندي على انستغرام فرجيت بالعين المجرد كيف تعطي سموث افكت, كيف تلغي هيدي الطاج اللي عندي اياها يلي هي هيدي الباودر من جوسي بيوتي اللي اسمها فانس ماسك ماتلوس باودر. الشيء اللي عندي هي 120. في كذا شيد, في عندهم وحده بيضاء اللي هي ترانسلوسنت, في عندهم تونز. This is so good. بس لكم so good I mean so so good. بالنسبة للباودرز حتى ثبت فيهم وجهي, في عندي ثلاثة باودرز بحكيكم عنهم. هلا اللي بيحضرني بيعرف انا كثير بحب الباودر فاونديشن. انا من الاشخاص اللي بالحياة العادية بحط كونسيلر تحت عيوني, اي سبوت كونسيلر اذا عندي كم حبة, وبحط باودر فاونديشن. سو تو باودر فاونديشنز بدي احكيكم عنهم, هن باودرز فاونديشنز بستعملهم نون ستوب. اول وحدة تسمعوني بحكي عنها كثير هي البيبي دول فوتو فلتر باودر فاونديشن من جوسي بيوتي. بس هيدي بتعقد, بخلصها منها اثنين وخلصة منها وحدة والتانية صارت على آخر بالأحرى. I love this one. الكواليتي تبعها بتعقد, الفلفت اللي بتعطيكم اياها بتعقد. أنا شخصيا بحب الباودر فاونديشن, يمكن أنتم ما تحبوا. إذا ما بتحبوا فيكم تستعملوه with fluffy powder brush وتقطعوا على كل وشكم, تعطيك
تثبيت للوجه بس ما بتزيد لكم كثير كفرج. اذا بدكم كفرج اقوى يا بتستعملوا مع السبونج اللي بتجي فيها يا بتستعملوا اي باكت برش تعطيكم the full coverage وفيها coverage كتير كتير قوي. وباودر كمان كتير بحبها من سان جيرمان اللي اسمها كوفرون سلي سويت اند دراي باودر فاونديشن. هيدي كمان كتير حلوة شوي الكفرج تبعها اخف من تبع جوسي بيوتي. اذا بدكم coverage اقوى روح على جوسي بيوتي. اذا بدكم coverage that's good for coverage بس مش انه كتير كتير coverage جيبوها. هيدي شوي بتعلق على دراي باتشز سو تأكدوا انكم تكونوا مرتبين وشكم كتير منيحة ما تستعملوها. بس عن جد it's a very good super affordable powder foundation عن جد كتير حلوة. فيكم تستعملوها وقت فيكم تستعملوها dry وقت كتير حلوة ودراي كتير حلوة. وتاني powder بدي احكيكم عنها هي powder كمان فيكم تستعملها تحت عيون بس انا اكتر شي بحبها لكل وجه يلي هي عن جد كتير affordable من روبي روز اسمها powder compact. هيدي شايفينها كتير رقيقة فيها 8.5 جرام. usual powder فيهن 10 جرامات هيدي فيها 8.5 so it's good. انا بحبها مع fluffy powder brush تحت زبط فيها كل وجه. وهيدي هي powder اللي انا استعملتها. so اذا انتو عندكم اويتي زون هيدي بتساعد بالتزييت وكتير كومباكت فيكم تحطوها معكم بالبيرس تاخدوها تحت تعملوا ريفرشينج اذا رجع زيت وشكم سليك هيك بتحطوها بقلب الساك تمام. هلا رح نحكي عن البلوشز. سو رح احكيكم عن باليتس بس هيدول الباليتس كتير بنصح فيهم وبعدين رح احكيكم عن سينجل ايش بلاش بعقد البلوشز اللي انا كتير كتير بحبهم. اكشلي ماي تو فيفورت بلوشز ايفر بطلوا البراندز يعملوا منهم مش كانوا ليميتد اديشن ما قالوا لهم ليميتد اديشن بس بطلوا يعملوا منهم. رح نحكي عن تو باليتس. رح ابلش اول شيء بباليت اللي هي هيدي من روبي روز اسمها ارتست فيس باليت ارتست شيك باليت. الفيس هي تبع الباودرز اند كونتور اند برونزر. ارتست شيك هي فيها بلاشز اند هايلايت. الهايلايترز كثير حلوين بس انا بدي احكي لكم عن جد عن البلاشز. البلاشز هن باودر بلاشز بس they feel like you are applying a cream on your face. فيها تقريبا all the shade that you want. so اذا انتم عم تنبشوا على شيد رح بتلاقوه او almost اكثر الشيدز اللي بتستعملون on every day رح بتلاقوهم بقلب هيدي الباليت and they are really nice pigmented بيضاينوا وكثير حلوه. So اذا انتم قادرين تشتروا هيك باليت عن جد كثير بنصحكم بهيدي الباليت. وحبيت اذكرها لانه صراحه وقت كنت عم فكر هيدي من الباليتس اللي انا اذا بدي افكر ببلاش باليت هيدي هي اللي بتخطر على بالي بلا ما افكر. another باليت كثير بحبها وفيها شيدز ذات ما عندي وين مكان هي هيدي الباليت من جوسي بيوتي اللي اسمها ديليشس تشيكس 2300. سو هيدا الاورنج شيد لحظه افتحها بلا ما اكسرها. اوكي هيدا البلاش بيطلع هيك على الوش سوبر حلو. انا بالنسبه للسكن تبعي هيدا كتير حلو. كل البلاشز فيها كتير حلوين حتى ذيس تو ذس از هايلايتر اند بلاش توبر كتير حلوين بس بعرف انه شوي بطلت افوردبل جوسي بيوتي على فرق الدولار وكل شيء. بس عن جد هدول من الباليتات اللي كتير حلوين. في عندهم على بينكس في عندهم على كذا اندر تونز. اذا ما بتحبوا الكورال اند ذا اورنج وانز عندهم سمثينج ذاتس بينك. وتالت بلاش بدي احكي لكم عنه هو بلاش ذات از فيري اندر ريتد هو البلاش اللي انا حطيته اليوم هو هيدا من سان جيرمان اللي اسمه بليزير باودر كومباكت بلاش نمبر 4 ان انتيك. سو هيدا از افري داي بلاش. لو انا بدي اشتريه ما كنت رح اشتريه بس بعثوا لي سان جيرمان وقتها بعثوا لي اي فيري جينرس بي ار باكج بعقد بعقد. البلاش اللي حطته I absolutely love it وكتير سعره حلو. pigmentation طريقة يلي بندمج على الوجه كتير حلو. again سان جيرمان براند لبناني. هلا بالنسبة ل bronzer slash contour رح تعرفوا ليش حطيت slash contour. بدي احكيكم عن my favorite ever اللي بيحضرني من زمان سمعوا معي اللي كنت حطيته نهار عرسي. butter bronzer من physician formula عندي shade bronzer كنت اسمع كتير عنه عم تحكي عنه من زمان وجر قول انه you cannot go over bronze كتير حلو look اللي بيعطي like you have like كأنكم انتو اخدين لون كأنه بعقد بعقد. حطيته نهار عرسي بحاجة احكي عنه اكتر اكيد لا. هلا ليش قلت لكم bronzer slash contour انا بدي احكيكم عن هيدي ما عرفت وين بدي احطها بس هيدي عن جد I cannot live without. واجان حطيتها بنهار عرسي بليز ما حدا don't play a drinking game. انا عم بحكي كل مره اقول حطيت نهار عرسي لانه كل كثير قصص بدي احكي عن حطيت نهار عرسي. so هيدي من كيكو اسمها smart contouring palette shade number 3 this one اللي شايفين فيه huge pan. هيدا هو the powder contour of my dreams. حطيته اليوم على وجهي I love this one بعقد
طلعت نهار عرسي. I love it. وما حبيت انه احكي عن ثلاثة برونزرز بحطوا هيدا معهم، لانه actually اذا بدي احكيكم عن ثلاثة برونزر رح احكيكم عن two shades of the butter bronzer تبع فيزيشن فورمولا، and the third one رح احكيكم عنه بعد شوي. So قلت بحطها بقلب هيدي الكاتيجوري، لانه انا personally I don't do creamy contour كثير. عملت نهار عرسي بس انه حتى هيدي مستعنتها على ميك اب، خطوة بدي احط لكم الفيديو هون بخانة المعلومات تحت. وثالث برونزر بدي احكيكم عنه هو انا ما بطيق البرونزر يلي هو اورنجي. هيدا برونزر ذات كومبليتلي اورنج. هيدا من سان جيرمان تراكوتا نمبر 3 انتر دو فو. هيدا هو البرونزر حطته اليوم. ما بعرف ليه هيدا البرونزر ات لوكس اميزنج اون ماي سكن. بعقد جلوي برونزر، انا بيرسونلي بحب الجلوي برونزرز. اي لاف ذس وان، اي لاف ذس وان. كل مره بستعمله بتفاجئ انه انا كيف بحب ان اورنجي برونزر. ما حدا يسالني بس اي ابس لاف ات. هلا الهايلايترز قسمت لكم اياهم لتو بارتس، لانه انا اوقات بحب الهايلايتر انجا يبين كانه ام جلوينج فروم ذن، واوقات بدي الهايلايتر بس ابرم هيك يخبطكم وليك انا حاطه هايلايتر بيوصل ضوء للفضاء. صراحه بلش بالهايلايتر اللي هن خارج كل يوم. رح بلش احكي لكم بهايلايتر هو مش متوفر بلبنان، بس اذا انتم بدكم حدا يجي من برا يجي لكم اياه معكم معهم، او اذا انتم بتعرفوا اونلاين بيج فيكم توصلوها، لانه هيدا افيلبل بكل البلدان ما عدا لبنان، يلي هو من اسنس يلي اسمه بيور نيود هايلايتر، اسمه شيد تان ان بي ماي هايلايت. كتير حلو كرمال خارج كل يوم، بيعقد 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 بيعقد. بس بعرف انه منه متوفر، بس بعرف كتير عالم منه عايشين بلبنان. سو هيدا اذا بتلاقوه قدامكم جيبوا هايلايتر خارج كل يوم، بيعطيكم glow from within like no other. The two other highlighters هن خارج كل يوم، اثنيناتهم من براندز لبنانية باي ذا واي، واثنيناتهم كتير حلوين. رح بلش احكيكم عن ايف موريل هايلايتنج باودر شيد 41. سو هيدا الهايلايتر يو كان بيلد تحت يصير انتنس، بس اذا انتم عندكم لون بشرتكم قريب من لون بشرتي هيدا is perfect for every day. فيكم تحطوه بطريقه كثير خفيفه، بيعطيكم نكزه صغيره اقوى من الاسنس، وفيكم تعملوا بيلدينج تحت يصير قوي popping. يعني فيكم تعملوا كذا مره layering وبيطلع مثل ما انتم بدكم اياه. وتالت هايلايتر خارج كل يوم بدي احكي لكم عنه هو هيدا الراف هايلايتر، هايلايتر نمبر 702 702. سو هيدا الهايلايتر it does look very boring. بس on the skin it doesn't look boring at all. الهايلايترز اللي هن انتنس في عندي اثنين انا حطيتهم نهار عرسي، الثالث اللي حطيته نهار عرسي ما فوتوا بقى هذا الفيديو لانه اتسلمت ما بقى موجود. The two بدي احكيكم عنهم اللي حطيته نهار العرس هو an old favorite اللي بيحضرني من زمان بيعرف قديش انا بحب الماري لومينايزر هايلايتر فروم ذا بوم. بيعقد بيعقد. Soft and gentle highlighter من ماك كمان بيعقد بيعقد بيعقد. واحد شامبين واحد that's pinkish. والهايلايتر اليوم حطته هو from this gorgeous palette كسرت الدنيا من جوسي بيوتي اللي اسمها بيبي هايلايتر باليت. I have shade number 2. اليوم انا مستعمله هيدا الهايلايتر. This highlighter you can see it from the sky. هيك يكون خلصت لكم البيز ميك اب. Now let's move on to the eye makeup and the lip products. بس بمعنى ثقيله رح بلش بال lip products. So في عندي lot to talk about. خلينا نبلش بال lip products. رح بلش with the lip liners. في عندي ثلاثة lip liners are my favorite. أول واحد اللي أنا حطته اليوم هو من سان جيرمان إن بيراكاوو. سو البلاينرز تبع سان جيرمان أنا الكواليتي كتير بحبها. ضيان البيجمنتيشن هاو ذي جلايد أون، ذي جلايد أون لايك دريم. سو كتير بيراكاوو بموت عليه، بني محروق كتير حلو. إذا بدي بني خارج كل يوم كتير بحب استعمل من ليدي لولا سيمي بيرمننت ووتر بروف ليب كونتور شيد 114 إن أورا. مش اللون هيك، اللون هو هيك. It's very suitable for every day. كتير كتير حلو لازم له بعدين، بس انه anyway. والليب لاينر حطيته نهار عرسي هو هيدا من جولدن روز اللي اسمه دريم ليبس شيد 521. احضروا الفيديو تبع العرس، عن جد اللون كتير حلو. This is a muted mauve nude. كتير حلو كتير حلو. والضيان تبعهم حلوين وهن مات، يعني you can reapply كل ثلاثة بلا ما يبينوا شفافكم كأنهم مقشبين او كأنه حطيته another time from the same product. بالنسبة ل as bullet lipsticks او lip color على الشفاف، انا شخصيا ما كثير بحب الليكويد ليبستكس، فرح كون عم بحكيكم عن ثلاثه two jumbo lip pencils and one bullet lipstick. كنا وقعنا الدنيا. رح بلش احكيكم عن اكثر برودكت بحبه للشفاف، هو كثير غالي بالوقت الحالي مع صرف الدولار، هو هيدا من مارك جايكوبس. كثير حلو. اللي عم بحكيكم عنه هو لو مارك ان شوجر اند سبايس. سو هيدا اللون
is my perfect, my most beautiful one. شعوره على الشفاف اللون انا كثير بحبهم، هيدا اكثر شيء بحبه، بس بدي احكيكم عن تو برودكتس غير للشفاف بعقدوا اذا بدكم تستثمروا مصرياتكم فيهم اثنيناتهم بعدهم فينا نسميهم افوردبل. اول واحد هو اللي كنت انا حطيته بنهار عرسي نمبر 15 and lead the way من Maybelline Superstay in Crayon. سو هيدا اللون مع الليب لاينر تبع جولدن روستر كثير حلوين. سو اذا انتم بدكم هيك شيء عن جد كثير بنصحكم فيهم، في معهم برايس وبيضلوا شارب، فيكم ترسموا شفافكم فيهم ترجعوا تعبوهم وضيعهم بالنسبة لليب كرايون كتير منيح. بس the most affordable yet super gorgeous one هو هيدا من سان جيرمان اللي اسمه ليب ساتن. الشيء اللي عم بحكيكم عنه بالتحديد هو نمبر L3 الناتورال. بالنسبة لهيك برودكت عن جد super nice. واخر شيء كليب برودكت بحكيكم عن ثلاثة ليب جلاسز. سو انا بالنسبة لي ليب جلاسز هني my favorite part. I'm wearing one of them. رح اترك ال my favorite للاخر. So اول شيء في عندي هيدا من اسنس يلي اسمه shine 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 wet look lip gloss shade number 1 and behind the scenes كنت اسمع كثير عم تحكي عنه. It was sold out everywhere. وقت لقيت منه I did get it. بيعقد تستعملوه on top of anything لحاله شو ما كان بيطلع كثير حلو. And the two lip gloss اللي احكيكم عنهم I'm wearing this one. هن اثنيناتهم من جوسي بيوتي، هن الدايموند ليب جلوس. سو في عندي شيد نمبر 8 يلي انا اليوم حطته يلي هو يور نيودش نيود، وفي عندكم شيد نمبر 10 يلي هو يور بينكش نيود. سو انتم شوفوا شو بتحبوا وعلى هذا الاساس جيبون. انا بيرسونلي اي دو لايك بينكش نيود، بس بعرف انه نيود نيود كثير حلوين علي. سو اي لايك ذم بوث اند اي وير ذم بوث. هلا رح ننتقل لكل شيء خاصه بالعين. رح بلش اول شيء بالحواجب. في ثلاثه برودكتس للحواجب اي ابسولتلي لاف. بالنسبة لإلي لحظة رح بلشكم بأول شيء أنا اللي حطيته اليوم على حواجبي، مش ملعباية حواجبي بس مستعملة الأسنس ميك مي براو أيبرو جيل ماسكارا. أنا عندي إياها شيد إن براوني براوز كتير حلوة، بتنشط لي حواجبي بتعبيهم وبتثبتهم محل ما بقى ينهزوا كل النهار. This براو ماسكارا يلي هي من جوسي بيوتي برنسس I have شيد نمبر 1 خلصت وحدة منها، ثبتها على الحواجب مخيف. واللي حطيتها نهار عرسي وبتعقد هي the one and only اللي هي Alyak Eyebrow Soap. هاي الصوب هي بتجي like أجل. سو منكم بحاجة انكم ترشوها و setting spray. ضيان ثبات بتعقد again حطيتها عن هار عرسي. بالنسبة لمساكر بدي احكيكم عن ثلاثة مساكر انا كتير بحبون. اللي بحضرني من زمان بيعرف انا قديش بحب ال Essence I Heart Extreme Crazy Volume ماسكارا. ما بعرف قديش هي منها بحياتي بتعقد. ماسكارا خرج كل يوم كتير بحب الليدي لولا ماكسيمايزر ماسكارا، وعن جد صرت شارية منها 3 مرات. والماسكارا شرت شارية منها مرتين ومش مخبرتكم، انتو عم تشوفنا طول مستعملة فاكرين عم استعمل نفس الوحدة، لا انا بالمخفي عم بشتري منها. هي هيدي من ميبيلين الفالسيز لاش ليفت ماسكارا. سو اتس هايبت، اتس هايبت فور ريزن. بالنسبة للايلاينرز بدي احكيكم از ليكويد ايلاينرز، بدي احكيكم اول شيء عن هيدا من روبي روز يلي هو الليكويد لاينر. سواده كتير حلو كتير هين بالرسم، it's a felted وبس ينشف it's completely matte وما بينهز. كمان من روبي روز في عنا هيدا الشاين جلتر لاينر نمبر 3 بالتحديد سوبر رائع، كتير حلو اذا بدكم تعملوا فيه ديتيل. الريشه بتجي كتير رفيعه so you can be very precise بالابليكيشن. كتير 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 حلو، كلهم حلوين from number 1 to number 6 بس my favorite هو نمبر 3 and the third one عامله اوردر بس ما وصل الاوردر. It's a repurchase لا a blue eyeliner من البراند ماكسي بلاي. hopefully editing Rebecca تفيق انه تحط لكم صورة تحدون. اذا ما فقت بتلاقوه عند highcard.com، اكتبوا ماكسي بلاي it's the blue one number 1 بحقت. hopefully فقت انه تحط لكم صورة. as eye pencils اللي بيحضرني already بيعرف قديش انا بحب for tight lining the one and only يلي هو ruby rose waterproof eyeliner pencil in black. اذا عندكم watery eyes تايد لايننج بقلب العين بيعقد وابدا ما بيجمع بمضمع العين، وكثير حلو اذا بدكم ترسموا فيه حتى يور ايلاينر اند تو سمادج ات وذ ان انجل براش بيعقد. وقلمين من عند جوسي بيوتي بحكي عنهم نون ستوب. اكشلي مستعمله هيدا تحت قمر في تايد لايننج وهيدي هي الماسكارا اللي حطيتها اليوم على عيوني. مستعمله اليوم من جوسي بيوتي البي جوسي الكتريك ووتر بروف نمبر 1. سو هيدا اللون هيدا هو اللي بقلب خط الدمع وهيدا هو اللي عامل فيه ايلاينر. سوبر رائع سوبر ضيان وكتير حلوين and my favorite ever. اللي بيحضرني بيعرف قديش انا مغرومة في شيد نمبر 18. سو شايفين هيدا البلو هيك رح يبين وقتها تحطوه بقلب العين، هيك رح يبين وقتها ترسمه في ايلاينر. if you want a blue that's popping
رح يخلي العالم يسألكم شو حاطين على عيونكم بقلب عيونكم أو رسمين في eyeliner. نمبر 18 جيبوه ما رح تندموا. كل اللي جايبينه من وراي بخبروني قديش بحبوه لأنه it's a blue like no other. وصلنا لآخر بارتي اللي هو أكتر بارت أنا بحبه اللي هن الأيشادوز. رح بلش في single eyeshadows. ما في ما أشكلكم single or loose glitters. أكتر single eyeshadow بحبه وبموت عليه ما أنا متوفر بلبنان بس موجودين بكل البلدان غير لبنان هو الـ Essence Melted Chrome Eyeshadow Number 1 and Think About You. So هيدا is a wet look يلي هو هيك. So شايفينه كيف هو بالبان هيك رح يبين على عيونكم and super pretty. حقه دولارين أو ثلاثة برا. So إذا حدا جاي وهو عم يسألكم شو بدكم من برا ما تستحوا تقولوا بدكم هيدا لأنه it's so worth it. بعتهم في كم محل عندهم ياهم بس مش كلهم. في 2 من روبي روز هني افيلبل. اول شيء رح بلش احكيكم عن الشاين لوس جلتر يلي هو ان بيج ايكو. سو شايفينه منه زياده بقلب البوت. اول شيء الباكجينج بعقد سو فيكم تكونوا دقيقين وما تجلمغوا الدنيا بالجلتر. بس هيدا بيج ايكو جيبوا وشكروني بعدين لانه هون الكاميرا ابدا مش عطيته حقه. نفس الشيء بالنسبه للشاين لوس بيجمنت كمان من روبي روز يلي هو ان هولوجرافيك. سو اتس نوت ا ريل هولوجرافيك. الهولوجرافيك اعملوا سيرش على يوتيوب على جوجل يو نو شو هو الهولوجرافيك. اجان باكجينج بعقد ريفلكس تبعه اتس اولموست ذا سيم ريفلكس يلي بيعطيكم اياه الهولوجرافيك. سوبر نايس اون ذا ايز. ست هديته لكذا حدا صار كذا حدا جايبه من وراي عن جد جيبوه. It's so fun. It's a reflex of a blue, a pink, a green, a purple وبعقد. And بنفس الوقت اللون هو ثيسرو. So it's super duper duper amazing. وآخر شي في عنا eyeshadow palettes. So أنا مزعبرة هلأ وحطت لكم 4 eyeshadow palettes بس رح كون عم بحكيكم وحدة بديلة عن التانية لأنه في وحدة كتير غالية إذا بدنا حدا يجيبها هلأ. So let's start بالألوان الترابية ألوان خرج كل يوم. So إذا أنتم بدكم شي عن جد باليت اللي انا حطيتها نهار عرسي وبتحرس كل ليره if you can afford it لانه كتير كتير صارت غاليه هي هيدا الباليت من لحظه تاتي بيوتي اللي هي owned by تاتي على يوتيوب. الباليت كلها انا حكيت عنها بالمنيح عن الباليت بتعقد. again حطيتها نهار عرسي الجلترز فيها بعقده. the only part اللي انا بالنسبه لي كتير ما كتير بفهمه بس sometimes I use it هو هيدا الزيح اللي اسمه سيكوين اللي هن مات فيهم لمعة منو معطلين بس they are not my favorite. بس كل البقوة خرج كل يوم خرج عرس خرج عروس خرج سهرة خرج كل شيء إذا بدي neutral color هيدي هي الباليت اللي I will reach for بلا ما أفكر. again بتعقد لدرجة إنه هيدي هي الباليت اللي أنا حطيتها نهار عرسي. حطيت حتى glitter منها نهار عرسي وكان كتير حلو وعن جد هيدي الباليت كتير بتحرص if you can afford it. if you cannot في بديل لها والبديل كتير حلوة. هي دوب لا سوفت كلام تبع أناستازيا بيفرلي هيلز بس كمان فيها كتير شيدز من تبع تاتي باليت. هي هيدي من بيبيلين يلي اسمها نيودز اوف نيويورك. سو اللي مستعمل بيبيلين قبل غير السنجلز يعني عم استعمل باليتس تبع بيبيلين بيعرف انه نو شيد بس كانوا الكواليتي تبعهم هيت اند مس. sometimes كانوا منيح مش واو بس sometimes كانوا تعتير. هيدي الكواليتي it feels like high end بس بسعر مايبيلين. So if you are looking for an affordable, a very good neutral palette خارج كل يوم فيكون حتى تقووا لأنه في عندكم dark shades تحت إذا عندكم شي مناسبة definitely get this palette. وإذا you can afford أكيد التاتي palette بالنسبة لي أحسن من هيدي بس نينيتون they are really really good. في عندي 2 eyeshadow palette that are colorful. رح بلش بالpalette يلي كانت a palette that I absolutely love يلي حضر project pan تبع سنة الماضي رح تلكون إياه بزاوية سكرين بخانة المعلومات تحت بيعرف إنه هيدي palette كانت كتير بالنسبة لي متعة انه كانت بالبروجكت بان يلي هي جوسي بيوتي هالوين ارتست اي شادو باليت 458. سو كسرت ما بستعملها ما بظن في شي كالورفول فيي حابة اعمله ما بقدر لاقيه بقلب هيدي الباليت. ات هاز ايفريثينج شيمرز بعقده المات بعقده بيلدبل فيري نايس. I did hit pan on few shades. It was in my project pan. وهيدي الباليت عن جد بالنسبة لي إذا مش بستعمل تقصر اشتقت لها لازم استعملها very soon قبل ما نصير خريف وما بحط ألوان. عمين عم بتضحك أنا هي الدنيا عن جد يكون حط ألوان على عيوني بس عن جد I miss this palette so I'm gonna be using it very soon. آخر باليت هي الباليت اللي أنا حطيتها اليوم على عيوني. I love grungy looks
يمكن انتم ما تحبوا بس انا personally I love, so that's why كتير بحب هيدا البالات من روبي روز اللي هي المودي تايب بالات. so هيدا البالات اول شيء اذا بدكم تستعملوها بليز اعملوا عيونكم اول شيء, بعدين لا تفوشكم كتير منيح. ما تستعملوا وقت تكونوا عاملين البيز لانه فيها كتير فولوت, لانه they are pressed pigments رح يهرهروا. يعني اذا بحط البراش فيها رح بتلاقوا a lot of kickback. الشيمرز اللي فيها كتير حلوين بس كمان فيهم a lot of kickback كتير فولوت. so اعملوا البيز تبعكم من بعد ما تخلصوا. بتعقد اليوم استعملي 1, 2, and 3 تحت اعمل هيدا اللوك and I love my look للماكسيموم. لا 1, 2, and 3 and 4 بتعقد. كان يمكن هدول الالوان منهم your kind of shades بس اذا انتم عم تنبشوا على هيك شيء الشيمرز بيعقدوا. ريفلكس ليكو قد الريفلكس تبع this one يلي ما مبين شيء, ليكو الريفلكس تبع قديشو حلو كلهم هيك فيهم ترهر بس عن جد it's so worth it. بظن غطيت لكم كل شيء, هوب يكون كان معكم ورقه وقلم وقيتوا كم شغله. اذا ما قيتوا رح بتلاقون رح جرب سيعكم يومكم بخانه المعلومات تحت. anyway كنت مجربه انه هذا الفيديو يطلع اقل من نص ساعه, بحكي كثير شكرا اكثر من نص ساعه. anyway I hope you did enjoy this video. اذا حبيتوا خليني اعرف انكم تعملوا لايك للفيديو, كل ما بتعملوا لايكس اكثر كل ما بتكونوا عم تخبروا يوتيوب ليكي هذا الفيديو كثير حلو لازم تفرجيه لعالم اكثر. so عن جد thank you من قلبي لكل شخص عم ياخذ من وقته سوين حتى يعمل لايك وكومنت للفيديو تبعي, انتم كثير عم تساعدوني اكثر ما بتعرفوا. And I love you a lot for that. كمان إذا حبيت هذا الفيديو خليني أعرف رأيكم بهول البرودكتس إذا أنتم مجربين شي منهم بخانة المعلومات تحت. إذا عندكم أنتم favorites please let me know, بركي أنا بجربهم بصيروا favorites كمان عندي. وإذا بهمكم أعمل full face of makeup باستعمال برودكتس هن من هيدا الفيديو حطولي بكل كاتيجوري شو هن البرودكتس, واللي أكثر شي بتصوت عليهم أكيد ميك أي full face وفرجيكم قديش بيطلع الميك اب بيسطل بهدول البرودكتس لأنه they are the best. All the best. اتركوا بخانة التعليقات تحت وأكيد أنا بشايكم إذا كان في كتير عالم حبين هذا الشيء أو make it happen in a heartbeat لأنه هو البرودكتس اللي بحب استعملهم أو use them. أنا مبسوطة وأنا عم ببتسم every single day. وإذا هدول هن البرودكتس اللي بدهم يبقوا عندي بالكولكشن تبعي رح كون كتير مبسوطة معنا عندي a lot more. كمان إذا حبيت هذا الفيديو ما تنسوا تشاركوا مع رفقاتكم, أكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة تبعي وتضغطوا جرس هون حتى كلمة سبسكرايب لما تقفوا على فيديو. رح بتلاقوا بخانة المعلومات تحت كتير فيديوز أنا عملتهم بعلمكم تصيروا أحسن بالميك اب تبعكم أو على regarding your makeup collection a lot of playlists. رح بتلاقوا كل شيء أنا حطيته على وجهي وتلاقون ديسكاونت كودز وكتير تفاصيل غير, ورح بتلاقوا كل التفاصيل الخاصة فيي all of my social media platforms اللي بدي يكون كله part of my family part of my everyday لأن أنا على انستغرام بطلع عليكم كل يوم وتقريبا كل يوم بعمل لكم makeup tutorial and I'm very active there. so ما تنسوا تشيكوا خانة المعلومات تحت تصيروا part of my daily life لأنه I would love to have you as part of my daily life. بدي أشكركم على وقتكم الثمين عم تقضوه تتحضروا الفيديوز تبعي بهذا الوقت, أكيد كان فيكم تعملوا كتير قصص that's really يعني ب 35-36 دقيقة كان فيكم تعملوا كتير قصص بس انتوا قررتوا تقضوا هذا الوقت معي انكم بتعقدوا. I love you all من قدرات انا بشوفكم بالفيديو الجاي.